ثم أنتقل إلى رسالة أخرى بعثتها الأخت أم سعد، تقول: في بعض الأوقات أقبل على الطاعات كالصلاة وقراءة القرآن والذكر، وبالذات عندما أمر بضائقة وهم أو مشكلة زوجية، وأكون خاشعة باكية أحس بعظمة الله عز وجل، ولكن عند زوال هذه الأشياء أنشغل بالأولاد والبيت والزوج وغيرها، وأصبح فاترة في خشوعي وفي صلاتي، هل أنا آثمة بذلك؟ لا، لست آثمة بذلك. معلوم أن الحاجة إلى الله عز وجل توجب الخشوع له والبكاء بين يديه، وأما إذا استغنى الإنسان فإنه يغفل أو يعرض، ما أن يغفل وإما أن يعرض عن الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يذكر الله دائما في كل أحواله، بغناه وفقره وصحته ومرضه وحضوره وسفره وجميع أحواله. نعم.